السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. الفيديو كيجي بالزربة من بعد واحد البلاغ خرجته الوزارة ديال التربية الوطنية بخصوص إلغاء امتحان التربية البدنية بالنسبة للمترشحين الأحرار ديال البكالوريا 2020. هذا الفيديو برعاية تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. اللي باقي ما اشتركش في القناة يحاول يشترك ويضغط على زر الجرس لكي يصله كل جديد، وشكرا. إذن بلاغ إخباري بتاريخ اليوم السبت 13 من يونيو 2020. إذن البلاغ خرجته الوزارة اليوم يوم 13 يونيو 2020، الموضوع ديالو هو إلغاء اختبار مادة التربية البدنية وعدم احتساب نقطتها في معدل البكالوريا دورة يوليوز 2020، وذلك بالنسبة للمترشحين الأحرار. إذن الموضوع هو أن الوزارة ألغات هاد مادة التربية البدنية وما غاديش تحسب النقطة ديالها في المعدل النهائي ديال البكالوريا، وذلك بشكل استثنائي هذه الدورة دورة يوليوز 2020. إذا قرأوا هذا البلاغ تبعوا معايا. تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قطاع التربية الوطنية أنها قد قررت إلغاء اختبار مادة التربية البدنية وعدم احتساب النقطة المتعلقة بهذه المادة. إذا إلغات هذا الاختبار وما غاديش تحسب النقطة المتعلقة بهذه المادة بالنسبة لجميع المترشحات والمترشحين الأحرار. إذا ما غاديش تحسب لهم هذه النقطة ديال التربية البدنية بمن فيهم أولئك الذين اجتازوا هذا الاختبار المندرج في إطار اختبارات الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يوليوز 2020. إذا ما غاديش تحسب لا للناس اللي باقي ما دوزوها لا للناس اللي دوزوها، لأنه كاين مترشحين ومترشحات أحرار دوزوا هذا الامتحان وعطوهم النقطة ديالهم ديال الامتحان ديال التربية البدنية، لكن راه ما غاديش يحسبوها لهم لا هما لا الناس اللي باقين ما دوزوها. وياتي هذا الاجراء ضمانا لمبدا تكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، حيث ان العديد منهم تعذر عليهم اجتياز هذا الاختبار في التواريخ المحدده له كونها صادفت اعلان حالات الطوارئ الصحيه من اجل الحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19. اذا في هذه الفقره كيقولوا بانه هذا الشيء داروه باش يضمنوا مبدا تكافؤ الفرص ما بين جميع المترشحين والمترشحات الاحرار. لماذا؟ لانه شحال من واحد تعذر عليه انه ما يدوش هذا الاختبار. لماذا؟ لانه كانت تعلنات حاله الطوارئ الصحيه والحجر الصحي للحد من تفشي وباء كورونا كوفيد 19. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه، كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، كنتمنى لكم كل التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.